طيب يا جماعة، زي ما وعدناكم اليوم راح نتعلم كيف نخلط 4 مواد علفية باستخدام مربع بيرسون. طيب لو انطلب مني اجى علي واحد وحكى لي بدي خلطة علفية نسبة البروتين فيها بدي اياها تكون 15%، وحكى لي راح اعطيك خليطين. الخليط الاول خليط رقم واحد فيه كسبة الصويا وفيه كسبة الذرة. كسبة الصويا بالخليط الأول نسبة كسبة الصويا 60%، أو خلينا نكتب بالإنجليزي أفضل عشان ما نخربطش الأرقام، 60%، وكسبة الذرة راح تكون 40%، هذول بكون مجموعهم 100%. والخليط الثاني هو خليط حبوب، خليط رقم 2، هو عبارة عن ذرة وشوفان. الذرة فيه نسبتها 65%، أفضل أكتب بالإنجليزي أفضل، والشوفان نسبته 35%، هذول بكون مجموعهم 100%. حكى لي بدي اياك تخلط لي اياهم عشان يطلعوا عندي مجموعهم قيمة البروتين بالخلطة تكون 15%. طيب اول شغل بنسألها كسبة الصويا كم نسبة البروتين فيها؟ فيها 45%. عندنا البروتين هون بالنسبة لكسبة الصويا هو عبارة عن 45%، بالنسبة لكسبة الذرة برضو كمان فيها 45%، بالنسبة للذرة هي 9%، والشوفان 12%. إذا حصلنا على المعلومة الثانية اللي إحنا محتاجينها، نسبة البروتين بكل واحدة فيهم. الآن شو راح نعمل؟ خلينا نجيبهم هيك على جنب عشان نعرف نحسب حسبتنا واحنا مرتاحين. طيب يا جماعة، اول شغلة كل خليط بدي احسب قديش انا فيه بروتين، فبدي احسب نسبة قيمة البروتين بهذا الخليط وبدي ارجع احسب بهذا الخليط. كيف بحسب؟ كالتالي، اول خليط عندي فيه 60%، 60% كسبة صويا نضربها بقيمة البروتين بطلع عندي 27، برضه لكسبة الذرة هي 40 ضرب 45 بطلع عندي 18. إذا نسبة البروتين بهاي الخلطة 45%، وهذا إشي منطقي لأنه هون الصويا 45 والذرة 45، فما فيش احتمال آخر إلا يطلع عندي 45. هسه بنيجي على خليط رقم 2 ونعيد نفس العملية، نحكي 65% ذرة ضرب 9% قيمة البروتين، ونفس العملية 35% شوفان ضرب 12% قيمة البروتين بالشوفان، وراح يطلع عندي الجواب هون 5.85%، وهون راح يطلع عندي 4.2. قيمة البروتين بالخلطة إذن بتتصفي 10.05%. إذن عرفت قيمة البروتين الخليط الأول، لين نحط هاي المعلومة على جنب لأنها مهمة. بروتين خليط رقم واحد قيمته 45%، وبروتين خليط رقم 2 قيمته 10.05%.
نحاوط عليها. تمام. طيب خطوة رقم 2، نرجع لمربع بيرسون ونشتغل على الخلطة ككل. نيجي بنحكي انه عندك يا سيد العزيز، نرسم مربع بيرسون بالأول، أي مربع بيرسون في عندي هون خلطة، هون خلطة. نستخدم الخلطات يا جماعة، هون خلطة رقم 1 وهاي رقم 2، اللي هو إذا تذكر رقم 1 خلطة رقم 1 اللي هي خلطة البروتين، خلطة رقم 2 اللي هي حبوب. خلينا نحطها هون عشان الأمور تكون واضحة، هاي بروتين وهاي حبوب. طيب احنا اتفقنا خلطة البروتين قديش فيها؟ فيها 45%. إذا بنيجي بنحكي هون 45%، وخلطة الحبوب فيها 10. نقرب تطلع 10. واللي بدي اياه المطلوب مني هو 15%. 45 ناقص 15 30، وعشرة ناقص 15 5، والمجموع الكامل 35. إذا بلشت الأمور توضح عندي. بدنا نروح على خطوة رقم 3، نحسب الآن لكل مادة علفية. خلينا نغير لون الخط. تمام يا جماعة، عندنا نحسب هسه كل خلطة علفية، عفوا لكل مادة علفية هون كم راح تكون نسبتها بالخلطة الكلية. يعني نحسب هسه الخلطة النهائية اللي راح تطلع لنا، قديش راح يكون كسبة صويا، قديش راح يكون كسبة ذرة، قديش راح يكون في ذرة، وقديش راح يكون في شوفان نفس الوقت. خلينا ندخل على هذا الموضوع الآن. كيف بدنا نعمل هاي الحركة؟ شايفين هاي الأرقام؟ خلينا نجيبها لهون أفضل. طبعا انت لو بتشتغل على ورقة وقلم راح يكون اريح لك، بكون كل اشي قدامك. نيجي بنحكي اول شي هاي الخمسة هي لخلطة البروتين، اذا بتلاحظوا هاي الخمسة هي لخلطة البروتين. فبنحكي عندي 5 اجزاء، نضربها بكم عندي البروتين او كم نسبة الصويا. بدنا نحسب هسه للصويا، كم نسبة الصويا كانت بالخلطة؟ 60%. 60 هي عبارة عن 60 على 100، فبتطلع عفوا مش 0.06، هي عبارة عن 0.6، يعني هي بتطلع 0.6. تمام، هي بنحولها 60 على 100، توضيح سريع، 60 على 100 هي نفسها 60%، وهي نفسها 0.6. تمام يا جماعة، كم بطلع عندي هون الجواب؟ الرقم راح يطلع عندي 3. يعني هذا ايش؟ يعني هذا 3 اجزاء صاية او كسبة صاية، خلينا عشان نكون واضحين. بعدين نيجي نحكي 5، لانه هاي الخلطة رقم 1 مش بس صاية فيها، فيها كمان كسبة ذرة. كسبة الذرة نسبتها 0.4، بطلع عندي 2. إذن 2 أجزاء كسبة ذرة. هسه بنيجي كمان على هاي، على خلطة رقم 2، خلطة رقم 2 بنحكي 30 ضرب 65، بطلع عندي 19.5. هاي ايش؟ اجزاء للذرة، لانه اذا بتتذكروا 65% ذرة حطيناها، و35% شوفان. طيب ونرجع نحكي هون كمان، 30 ضرب 35 بطلع عندي 10.5 اجزاء شوفان. تمام.
الآن الخطوة النهائية أن نقسم كل واحد بهذول على 30، على 35 اللي هو المجموع حاض. فمنحكي هون 3 أجزاء تقسيم قسمة، مش هيك شرط القسمة، خلينا نظبط الأمور. قسمة 35 كم راح يطلع عندي؟ راح يطلع عندي 8.57%. إذا هاي النسبة قديش لازم أحط لقسمة الصويا؟ هون برضو بنقسم على 35، راح يطلع عندي 5.71% قسمة الذرة. هون برضو بقسم على 35، راح يطلع عندي 55.7 تقريبا بالمية لازم أحط ذرة. هون برضو قسمة 35 راح يطلع عندي 30% تقريبا، شوفوا، وهذول لو جمعناهم راح يطلع عندي 100%. إذا في هاي الخلطة بدي أستخدم 8.5% صويا، بدي أحط 5.7% ذرة، بدي أحط كسبة ذرة، عفوا ذرة، بدي أحط 55.7، وشوفان بدي أحط 30%. مثلا لو كانت الخلطة عندي 100 كيلو، هذا الحكي معناه إني بدي أحط 8.5 كيلو صويا، بدي أحط 5 كيلو 700 غرام ذرة، بدي أحط 55 كيلو 700 غرام ذرة، بدي أحط 30 كيلو شوفان.